الديكوتي مش بس نجم المجر، ده أشهر مدرب الأهلي في القرن العشرين. بيعيط بين الشوطين في ماتش أهلي وزمالك في الكاس بدون بيبو، بدون طاهر الشيخ، ما هم مصابين. الأهلي دخل النهائي، الزمالك مسك الماتش. الشوط الأولاني الأهلي وحش، الجمهور غاضب، والنتيجة سهل توقعها. فاضل على الماتش ربع ساعة، النتيجة 2 للزمالك. جمهور الزمالك في أجواء احتفالية، ديكوتي بيوافق بعد إصرار من بيبو الشيخ. آخر 15 دقيقة بيبو وطاهر الشيخ في الملعب، نهائي كاس مصر 78 أو ماتش الأربعة 2، بينتهي بتتويج الأهلي. بيبو والشيخ الاثنين بيسجلوا. كاس مصر قصة لسه بتتحكي، ما بتخلص. ابتدى 1921 والسنة دي النهائي بين العمالقة الأهلي والزمالك في الرياض في استاد الأول يوم 8 مارس.